الله تعالى وبركاته. دابا غنوجد معكم واحد الكيكه سهله وبسيطه، المكونات ديالها موجوده، نقدروا نقولوا موجوده في كل بيت. اللي هي غنحتاجوا لها 4 بيضات، الدقيق، خماره من فئه 20 غرام، خماره حلويات بيكنج باودر، غنحتاجوا كاس حليب، كأس سكر، كأس زيت، وفانيلا، وقصة من الملح. بسم الله على بركة الله، سوف نبدأ. يلا بنتي عتهرس لي البيض اليوم، سوف نقوم بتكسير البيض. هاي هرست لي البيضات الاولى. يلا اليوم انا ندير الكيكه انا وبنتي. يلا طاليا مش ما نطولوش الفيديو، ما يجيناش طويل. احنا هرسنا البيض، نعملو قبصة من الملح، شوية بالملحة والسكر، وغنطربو الخليط ديالنا. بسم الله، غنطلبو البيضات ديالنا حتى يطلعو معانا يعملو الكشكوشة. فحنا بعد ما خلطنا البيض مع السكر تحصلنا على هاد الخليط هيدا كيما كتشوفو. دابا غنزيد الفانيليا لافاني، وغنزيد الزيت. بسم الله، بعد ما زدنا الزيت دابا غنزيد الحليب، كاس الحليب، مقادير سهله وبسيطه، كاس الحليب وغادي نخلط. ونسيت ما ذكرتكمش في المقادير، غادي نضيف ملعقه ديال الخل، معلقه الخل الابيض ولا الخل العادي، كلشي بحال بحال. دابا غادي نضيف الدقيق، الدقيق مي عند كل الدقيق والقياس ديالو، كاين اللي الدقيق كيشرب كاين اللي ما كيشربش. دابا هنا عندي 3 الكيسان، انا غنعمل ونشوف شحال خدات لي ديال الدقيق. عملنا الدقيق ديالنا في الغربال وعنكب عليه الخميره، ها نقولو هكا. ملي عملنا الدقيق خلطنا الخليط ديالنا، رجعنا على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. انا هذا الدقيق رطاب، خدا ليا 4 كيسان، ها كيبجى الخليط. دابا غادي نكبو في القالب ديال الكيك، ها حنا نكبو في المول، غنحاولوا نهزو يدينا شويه. غنعملوها في الفرن الطيب. بالنسبه للمشاهدين اللي كيتوفروا على الفرن بحال هذا، الطياب ديال الكيكه ديالنا كيكون هانتوما كتشوفوا
الرف الاخراني والرف هذا كنعملوا فيه الشبكه، كنحسبوا الرف الاولي والثاني وكنعملوها في الثالث. ها كما كتشوفوا معانا كنعملوا الشبكه ديالنا. ها من بعد كيفاش كيبان، ما كيبانش واضح، تحرقت لي البومبي البوله ديال الفران. غنحشوها هنا الكيكه ديالنا وضعناها في الفرن كما كتشوفوا، العافيه غير من تحت. الفرن ديال كيكون مسخن من قبل وكنشدوا عليها. كي طابت كيفاش جات بقى في الفرن، دابا غنطفي عليها وغنخليها، خليها شويه في الفرن عاد نجبدها. ها هي الكيكه، ومي غنجبدوها من القالب ديالها. ديك الساعه كل واحد وباش يزينها، كاين اللي غيدهنها بالشوكولاته ويرش عليها الكوكا ولا لوس ايفيلي ولا الكاوكاو مهرمش، اولا كل واحد والاختيار ديالو، اولا يدهنها بالعسل اولا الناباج. ديك الساعه تشوفوا جات. نتمنى تعجبكم وتجربوها، واللي جربها وصدقات معاه يكتبها لي في التعاليق. انا غنقطع معكم وتشوفوها كيفاش جات من بعد. ها هي الكيكه كيفاش جات مفشفشه، ها هي اللي قطعناها. شوف نتمنى تبان لكم مزيان، كتجي مجعبه استاجيه واخا باقا سخونه. يلا نتمنى تجربوها. يلا بالسلامه. ها وحتى اللي ما صدقاتش معاه يكتب لي في التعاليق، ماشي غير اللي صدقات معاه. ونتمنى تعجبكم وتصدق لكم، كتجي روعه في المذاق. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو القناه مع بعضيتكم.